Ассаляму алейкум. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сура Аль-Адият. А'узу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ به لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم
بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Сейчас от начала до конца один раз эту суру прочитаю. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Всем доброго здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.